ما فيش شك، أكيد المستشفى خد اهتمام كبير من مختلف فئات المواطنين، نتيجة يعني إن دي أول مرة أو أول حاجة بالشكل ده يشوفها المصريين نتيجة الظروف اللي بنتعرض ليها البلد. لكن الحقيقة المستشفى يعتبر إنجاز بكل المقاييس، سواء في حجمه سواء في عدد الأيام، 15 يوم تم تأسيس مستشفى بهذا الحجم، 167 سرير من ضمنهم 11 سرير للعناية المركزة بكافة التجهيزات. كمان احنا بنتكلم ان مسألة بناء مستشفى ميداني يعني مش بالبساطة اللي ممكن البعض يعتقدها، ان هو ممكن يكون هنجر او خيمة. ما انا لسه كنت هسأل حضرتك ايه شكل المستشفى الميداني، يعني يمكن دي جديدة علينا. يعني هي الفكرة يا فندم ان دي بتبقى مساحة من الاسرة بيتم تخصيصها في مكان يفضل لو زي المستشفى الميداني في جامعة عين شمس ان هو يكون مجاور لمستشفى مركزي او مستشفى عام او مستشفى ثابت، يعني بحيث ان هو يكون مساعد للمستشفى الكبير في حالة الطوارئ. كمان ان احنا نقدر نعتمد على كافة الامكانيات الخاصة بالمستشفى الثابتة فيما يتعلق بالاشعة وغيره، ده على الرغم ان المستشفى الميداني بيبقى مجهز بكل هذه التجهيزات. الفكرة الأساسية أن احنا بنحاول نستوعب عدد من الأسرة زيادة نتيجة لوجود الجائحة اللي كثير من الدول عانت منها وما زالت تعاني، في موجات تانية احنا بنشهدها في بعض الدول. من هنا كان التفكير في بناء المستشفيات الميدانية، ويمكن دولة رئيس الوزراء في عملية تفقد المستشفى أكد على فكرة تكرار هذه التجربة في عدد كثير من الجامعات، خاصة في القاهرة الكبرى باعتبارها المحافظة الأكبر فيما يتعلق بعدد الحالات. طيب تكلفة التأسيس، قيمة التأسيس، التكلفة العامة للمستشفى والمركز المسحة، يمكن حضرتك لو شفتي في التقارير الخاصة بالمستشفى هي في مركز للمسح وأخذ المساحات الخاصة ب اصابات فيروس كورونا بنظام الدرايف ثرو، يعني حضرتك وانت داخله بعربيتك تقدري ان انت تعملي المسحه دي. ده بالتالي فكر جديد احنا بنبتدي نشتغل بيه زي بقيه دول العالم عشان نوسع من عدد المساحات اللي بيتم اخذها. التكلفه الاجماليه 28 مليون جنيه. جامعه عين شمس مشاركه، صندوق تحيا مصر مشارك، عدد من الشركات اللي قدمت المشورة الفنية في الموضوع. الإنجاز الأكبر هو فكرة إن هي تتأسس في 15 يوم بدعم من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. حضرتك في وسط الكلام قلت لي وفي تفكير إنه يتعمل مستشفيات أو مستشفيات ميدانية أخرى يعني في حال إذا احتاجنا، يعني مظبوط كده؟ طبعا ده كان توجيه دولة رئيس الوزراء خلال عملية تفقد المستشفى. شوفي حضرتك احنا بنتمنى ان احنا ما نحتاجش هذه التوسعات، لكن الدولة يعني في مسألة ادارة الازمة مركزة جدا في ان احنا ما تكونش المفاجأة كبيرة، ان احنا نعمل دايما حساب اللي جاي. لو تفتكر حضرتك من بداية اتخاذ الاجراءات الاحترازية الفكر الاساسي ان احنا ما كناش تكون الدولة تفاجأ باعداد كبيرة جدا جدا واحنا لسه مش باهتمين. هو ده اللي بيتخذ من بداية جائحة كورونا. صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة بعنوان نتشارك هنعدي الأزمة. نتشارك هو شعار الصندوق، هنعدي الأزمة هو أمل وطموح كل فرد في المجتمع سواء داخل مصر أو خارجها. الهدف من المبادرة دي إن احنا نجمع كل أطراف العمل المجتمعي عشان نواجه الأزمة بتاعت أزمة كورونا المستمرة. طب إيه الجهود اللي قام بيها الصندوق في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية؟ تمام. على مستوى دعم القطاع الطبي احنا بنتكلم النهارده ان في 240 جهاز تنفس صناعي بمستشفيات العزل، نتكلم على 1000 مضخ حقن وسحب سوائل للعنايه الحرجه، نتكلم على اكثر من 400,000 كمامه عاديه، بنتكلم على اكثر من 20,000 كمامه N95، بنتكلم على اطنان من المطهرات وادوات التعقيم بيتم مد بيها مستشفيات الصدر والحميات والعزل. احنا لسه مكملين، احنا من يعني ايام كنا بنشارك جامعة عين شمس في افتتاح المستشفى الميداني، امبارح كنا في مستشفى الاحرار بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بنمدها بالمستلزمات الطبية، بكره هنكون في مستشفى زفت العام، بعده هنكون
في مستشفى أسوان، كل ما هو يتعلق بالمستلزمات وأجهزة التنفس بنبتدي إن إحنا نتشاور مع وزارة الصحة عشان نكون شريك ليها في مواجهة الأزمة. طيب أستاذ محمد، الصندوق عمل عدد من القوافل في الفترة الأخيرة لغالبية محافظات القاهرة، عفوا الجمهورية، يعني على أي أساس بتختاروا المحافظات؟ ده الشق التاني من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة، وهو دعم الأسر الأولى بالرعاية في الوقت العصيب اللي احنا بنمر بيه نتيجة توقف بعض الأنشطة، وبالتالي من العمالة الغير منتظمة أو الأسر الأولى بالرعاية اللي كانت بتعتمد على ممكن حد من أولادها في العمالة اليومية أو رب الأسرة، أكيد هم محتاجين تدخل سريع في الوقت ده. من هنا الصندوق أطلق ثلاث قوافل كبرى بالإضافة لعدد من القوافل الصغيرة اللي وصلنا من خلالها لما يقرب من 570 أسرة على مستوى الجمهورية، من خلال تقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتضمن 1000 قرية هي الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، كمان التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني. ليه كل ده بيتم؟ علشان ما نكررش الجهود. لو في منظمة مجتمع مدني قامت بالوفاء باحتياجات خلال الفترة في عدد من القرى، أكيد إحنا مش هنكرر الجهود على الأقل في نفس الفترة. عشان كده إحنا قدرنا إن إحنا نوصل ل 27 محافظة بما يقرب من 6100 طن من المواد الغذائية. نتكلم على 170 طن لحوم، 160 طن من الخضروات، 140 طن من الدواجن، 300,000 قطعة حلوى اشتغلنا بيها في خلال عيد الفطر المبارك، 10,000 أسرة تم توفير ليها 100,000 قطعة ملابس جديدة خلال عيد الفطر. السر هنا أستاذة إن إحنا كلنا حطينا إيدينا في إيدين بعض، سواء وزارة التضامن أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص، عشان نشكل جبهة في مواجهة فيروس كورونا. طب معنى كده من كلام حضرتك ان صندوق تحيا مصر عنده دلوقتي قاعدة بيانات قوية جدا؟ مفيش شك، واضحة لكل انحاء الجمهورية. مظبوط، ده على مستوى مجالات كتير قوي، على مستوى ما انا هدخل يعني ايه الانشطة الاخرى طالما عندك قاعدة بيانات بهذه القوة، ايه الانشطة الاخرى او المشاريع الاخرى التي يشارك فيها الصندوق؟ عمر صندوق تحيا مصر هو 5 سنوات منذ إطلاق السيد الرئيس لفكرة صندوق تحيا مصر. إحنا بنشتغل على 6 محاور رئيسية للعمل، كل محور منهم بيندرج تحت مبادرات ومشروعات. محاور من ضمن المحاور دي محور التنمية العمرانية، شاركنا من خلاله في القضاء على ظاهرة العشوائيات سواء مع محافظة القاهرة أو وزارة الإسكان أو صندوق تطهير العشوائيات. نتكلم على رعاية صحية، بنشارك وزارة الصحة في القضاء على قوائم فيروس سي، بننفذ مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بنتشارك مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. لو اتكلمنا على الدعم الاجتماعي، بنشارك وزارة التضامن في تنفيذ البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، قدرنا نقدم الدعم ل 23,000 طفل حتى الآن، طورنا أكبر 6 دور رعاية على مستوى الجمهورية لتوفير حياة آمنة للطفل اللي كان عايش في الشارع. بنتكلم النهارده ان احنا وفرنا 250,000 قطعة ملابس جديدة لطلبة الجامعات اللي ليهم دراسات حالة، افرجنا او سدينا ديون 6,000 غارم وغارمة. بنتكلم على فكرة دعم الأسر الأولى بالرعاية، وصلنا لما يقرب من 6 مليون مواطن سواء في توفير المواد الغذائية او رعاية المرأة المعيلة من خلال 19,500 مشروع متناهي الصغر، وصلنا الحلايب وبرمات من خلال هذا البرنامج. نتكلم على تمكين اقتصادي للشباب، وفرنا 1250 سيارة للنقل المبرد، 1000 تاكسي، وفر محلات في محافظة الوادي الجديد وهي محافظة نائية. نتكلم على دعم التعليم والتدريب، تلاقي صندوق تحيا مصر لديه المشاركة في جامعة زويل، نفذنا برنامج المعلمون أولا مع وزارة التربية والتعليم، ننفذ بإذن الله خلال الفترة اللي جاية أكبر مشروع ليه معامل تطوير المهارات في كليات الطب سواء في جامعة اسكندرية أو في جامعة القاهرة. كمان على مستوى مواجهة الكوارث والأزمات، لو تفتكر حضرتك في 2016 السيول اللي كانت اجتاحت الاسكندرية والبحيرة وأضرت كتير بالمزارعين، النهاردة محدش سمع عن مشكلة في الاسكندرية أو البحيرة
على مستوى الصرف الزراعي، لأن تم تطويره بالكامل من خلال 1 مليار جنيه قصدها الصندوق بتكليف من السيد الرئيس. كمان مشكلة السحابة السوداء واللي كان متسبب فيها حرق قش الرز، تم التعامل مع موردي أو موردي جمع مخلفات قش الرز وتم حل مشكلتهم، وبالتالي أعتقد أن المشكلة دي بقت أقل ضررا بكثير عن الفترة اللي فاتت. وحاليا إحنا بننفذ المبادرة يمكن الأهم في أكبر أزمة بتعاني منها مصر، وهي أزمة كورونا. طيب أستاذ محمد، حضرتك وانت بتتكلم على المشاركات لتحيا مصر ذكرت لي الإسكان والعشوائيات وتطوير هذه المناطق، لو تقولي المشاريع ايه، لان اعتقد ان تحديدا الإسكان والعشوائيات وتطوير المناطق دي خلينا اقول انها طفرة مهمة جدا في مصر. بشكل طبعا احنا يمكن بنشرف، احنا شاركنا الدولة في بناء مدن الأسمرات 1 و2 و3، ودي قضت على ظاهرة العشوائيات سواء في منشأة ناصر أو في عزبة خير الله أو في تل العقارب، في 7 مناطق كانت مهددة للحياة. النهاردة عندنا مساحة في الأسمرات تتسع ل 18300. دي 3 اللي لسه زايرها السيد الرئيس مؤخرا كده. مظبوط. هي الأسمرات كلها تتسع ل 18300 أسرة، تم تسكين 13000 وشوية بإذن الله مع افتتاح السيد الرئيس للأسمرات 3، هيكون المدن الثلاثة كلهم تم شغلهم. الأهم من كده إن احنا كمان بنشتغل على العنصر البشري، المدينة الشبابية داخل الأسمرات 3 صدد الانتهاء منها على أعلى مستوى من التجهيزات سواء من الملاعب أو غيره. عندنا مركز تدريب مهني مهم جدا حقيقة، أنا يعني بفتخر بيه شخصيا نتيجة إن عدد من شباب منشأة ناصر النهارده متخصصين في صناعة الملابس الجاهزة بيشتغلوا في المنطقة الحرة بمبالغ محترمة. دي الفكرة، إن حضرتك بتنقلي الناس من منطقة مهددة للحياة إلى سكن آمن وكريم، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة علشان نقدر إن احنا نغير من فكر وحياة الناس دي للأبد. أيضا بشائر الخير، بنفخر إن احنا بنشتغل مع الدولة في بناء مدن بشائر الخير. احنا شاركنا لحد دلوقتي بأكثر من 900 مليون جنيه في بناء مدن بشائر الخير. قضينا على مشكلة غيط العنب، احنا النهاردة بنتكلم بشائر الخير 14 دور 2 أسانسير 3 أوض كلها مفروشة بالكامل طبقا للتوجيه الرئاسي. كمان النهاردة عندنا 10000 أسرة بتنعم بحياة آمنة بعد ان احنا رفعنا كفاءة منزلهم في 332 قرية على مستوى الجمهورية، عشان النهاردة الأسرة اللي احنا بنقول خليك في البيت، لو الأسرة دي ما كانش عندها بيت أكيد كانت ظروفهم هتبقى أصعب وأصعب سواء في المطر أو كمان في جائحة كورونا. طبعا يا فندم. طيب أستاذ محمد، يعني برضو حضرتك لما ذكرت لي على القرى الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، حضرتك قلت لي إن أنا كان في تعاون ما بين الصندوق ووزارة التضامن، وبنشوف هنعمل إيه، يعني مين من الجامعات الأهلية راحت عشان ما نروحش نفس المنطقة في نفس الوقت. إيه مدى التعاون ما بين صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية أو جمعيات المجتمع المدني بشكل عام؟ مظبوط. احنا بنعتبر نفسنا مظله للعمل المجتمعي، والسبب ورا كده ان حضرتك ممكن ما تلاقيش منظمتين مجتمع مدني بيشتغلوا مع بعض، قليل قوي لو ده حصل، لكن هتلاقي كل منظمات المجتمع المدني بتشتغل مع صندوق تحيا مصر في تنفيذ كل المبادرات سالفه الذكر. احنا بنشتغل مع منظمات المجتمع المدني سواء في القوائم الخاصه بالاسر الاولى بالرعايه بتاعتها علشان نقدر نتبادل المعلومات ويتم تحديثها طبقا للقواعد الاساسيه اللي موجوده في وزاره التضامن. احنا النهارده لو بنتكلم على القوافل اللي اطلقها صندوق تحيا مصر، هتلاقينا تعاملنا مع اكثر من 22 منظمه مجتمع مدني كبيره، بالاضافه لمئات الجمعيات القاعديه اللي منتشره على مستوى ال 27 محافظه، عشان نقدر نوصل للفئات المستحقه من خلال متطوعين وشباب هذه الجمعيات اللي موجودين دايما على الارض. فهتلاقينا دايما مش بنشتغل لوحدنا، طالما شعرنا نتشارك هتلاقي معانا المجتمع المدني، تلاقي معانا كل القطاع المصرفي، تلاقي معانا بنشتغل مع الحكومه، علشان زي ما قلت لحضرتك اهم حاجه الموارد المتاحه
يتم استغلالها احسن استغلال، سواء المرصوده من الحكومه، سواء من منظمات المجتمع المدني او من ان شاء الله. استاذ محمد لسه قدامكم شغل كتير، يعني احنا دلوقتي الصندوق بنامل منه حاجات كتيره ان شاء الله، ولسه امامنا الكثير يعني، بس نعدي من الجائحه دي باذن الله. باذن الله هنعدي ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، انا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل موعدنا مع فقرتنا الطبيه، انتظرونا.